بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإذا بدا صلاح الثمرة صح بيعها. إذن يصح بيع الثمرة إذا بدا صلاحها، يصح بيع الثمرة إذا بدا صلاحها. نعم. فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وصلاح قثاء وخيار أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد ويبيض، وصلاح بعض ثمرة شجرة. طيب الآن يذكر لك ما هو الصلاح، ما المقصود ببدو الصلاح؟ يعني لا يجوز بيع الثمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو صلاحها. كيف نعرف بدا صلاحها أو ما بدا صلاحها؟ لأن أنت تخشى أن تصيبها عاهة الآن وتموت، لكن إذا بدا صلاحها مجرد بدو الصلاح معناته إيش؟ أمورها طيبة، خلاص ستستمر إلى أن يعني ينتفع بها الناس. يقول إذا كانت من النخيل الرطب، طيب قال حتى تصفر أو تحمر، لأن أول ما تطلع يعني البلح من النخل زين، أول ما تطلع الثمرة تصير خضراء يابسة، ثم بعد ذلك شوي شوي تصير يا صفرة يا حمرة حسب نوع النخل. يقول إذا صفرت أو احمرت معناته بدأ صلاحها، إذا معناها إيش؟ إذا احمرت أو صفرت يجوز بيعها لأن بدأ صلاحها خلاص، لكن قبل ذلك لما كانت خضراء لا يجوز بيعها. العنب متى يبدو صلاحه؟ قال أيضا لما يتموه، لما يصير فيه ماي، الأصل يطلع ناشف صغار ناشف، شوي كذي يمتن ويصير فيه إيش؟ فيه ماي، من تحس إن فيه ماء فيه رطوبة معناته إيش؟ بدأ صلاحه. وهذا يرجع كل فاكهة على حسبها، يعني شوفوا الموز مثلا يباعه أخضر لأنه يصلح بعد قطفه، بعد إزالته من الشجرة يصلح الموز. فكل فاكهة يرجع إلى أو خضرة كل يرجع إلى أصلها، متى يبدو صلاحها في عرف الناس وفي عادة هذه الفواكه والخضروات. المهم أنه لا يجوز بيع شيء لا ينتفع به الناس، وقد تقع مشاكل بين الناس، لأنه إذا اشترى بعدين قال ما نضج ما كذا ويصير مشاكل بين الناس، لا أنت اشتريت عقب ما نضج، صحيح ما نضج 100% لكن إيش في سبيل النضج قاعد ينضج. فهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح، وليس تمام الصلاح، ليس كمال الصلاح، وإن بدو الصلاح. ففي بدو الصلاح يجوز البيع، قبل ذلك لا يجوز البيع. وذكر الأمثلة كيف نعرف أن هذه صلحت أو لم تصلح. نعم. قال وصلاح قثاء وخيار أن يؤكل عادة، هذا معناته صالح، إذا كان يؤكل معناته صالح. وحب أن يشتد، يعني السنابل الحبوب هذه تكون لينة كلش إذا أول ما تطلع، لكن من ظل مدة شوي تصير يابسة، إذا يبست معناها إيش؟ بدا صلاحها، وليس كمل بدا صلاحها. نعم. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. أي نعم، يعني أحيانا بعض الأشجار يعني النخيل بالذات، يعني مثلا انخلى هذه مثلا بدا صلاح هذه بعد، شوفوا أنتوا الحين يعني أنا تقريبا من شهر 7 وبعضها حتى في آخر 6 يبدأ ينزل الرطب مثلا، زين ينزل الرطب وكذا، شهر 7 شهر 8 بعض النخل تأخر لشهر 9 لشهر كذا، حسب الجو العام اللي في البلد وحسب نوع النخلة أيضا أحيانا. طيب لذلك حنا الحين من شهر 7 تقريبا نبدأ ناكل الرطب وكذا، في بعض البلاد كالأردن لشهر 11 يجيك للحين خلال وبسر وكذا، تو الناس توه، ليش؟ أن حسب ظهور الشمس عندهم وتسلطها على الأرض، وكذلك الأرض نوعية الأرض نوعية التراب وهكذا. فالقصد إذن والجو العام، فالقصد إذن إذا كان عندك بستان وتبي تبيع النخل اللي فيه مثلا أو شيء أو الرطب عفوا اللي فيه أو كذا، فإذا نضجت شجرة فمعناه كل الشجر نضج خلاص، يعني واحد تدل على أخواتها، واحد تدل على أخواتها. نعم. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. نعم، يقول ما تلف من الثمرة قبل أخذها من ضمان البائع،
لأن إلى الآن ما استلمها المشتري، ما استلمها المشتري، فتكون من ضمان البائع. نعم. ما لم تبع مع أصلها إلا إذا بيعت مع الشجرة. إذا بيعت مع الشجرة فهو الأصل شاري الشجرة مو شاري الثمرة، فهذه الثمرة تبع. نعم. أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. إذا المشتري هو اللي تأخر يتحمل المشتري هنا، لأنه هو الذي تأخر في أخذها. نعم.